في البحرين يختتم معرض المجوهرات العربية 24 أعماله اليوم، وذلك بعد حضور جماهيري كبير. ويعتبر المعرض منصة دولية يبرز فيها صانعو المجوهرات حول العالم أحدث مجموعاتهم وابتكاراتهم بهدف الترويج لها. ببريق لامع وحضور كثيف يختتم معرض المجوهرات العربية 24 بالبحرين فعاليته التي كانت مليئة بالأحجار الكريمة المبهرة والزخارف المبتكرة. هذا المعرض لم يركز على تزيين المرأة بالمجوهرات فقط، إنما استهدف الرجال أيضا، فشركات الساعات الرقية اجتاحت المعرض من بدايته حتى النهاية. الجميل في المعرض أنه كبار الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الساعات تكون متواجدة بالمعرض ويعرضون الأحدث والأجمل من الساعات اللي مش طبعا من المستحيل أنها تكون معروضة في معرض إقليمي آخر. وشارك في المعرض أكثر من 600 شركة من 29 دولة، حيث يعتبر هذا التنوع الموجود فريدا جدا، وهو ما أعطى معرض البحرين تميزا عن بقية معارض المجوهرات في الشرق الأوسط. ألماس يلفت النظر لقوته وجماله، لمعان يخطف العقول إليه، مؤكدا علة الدقة في اختيار المعروضات والرقي في الاختيار.